আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে বসে নামাজ আদায় করবে তার সম্পূর্ণ নিয়ম প্র্যাকটিক্যালভাবে আমি দেখাবো ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক ইমরান হোসাইন হুসাইন আনহু তিনি নবী আকরাম সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে হুজুর অসুস্থ অবস্থায় আমি কিভাবে নামাজ আদায় করব তখন হুজুর সাল্লা সাল্লাম বললেন যে তুমি দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করো তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন হুজুর যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হই তখন তিনি বলছেন যে তাইলে বসে সালাত আদায় করো যদি বসে সক্ষম না হই তাহলে তুমি শুয়ে কাত হয়ে সালাত আদায় করো যদি কাত হয়ে সম্ভব না হয় তাহলে আপনি যেভাবে সম্ভব সেটা আপনি করবেন শুয়ে সালাত আদায় করার মতো অসুস্থ হন নাই এই বসে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে কিভাবে করবেন তার নিয়মটি আমি এখন দেখাবো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি আমি ফজরের দুই ফরজ নামাজ আদায় করিতেছি الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافيني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافيني الله أكبر سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغير برحمتك يا ارحم الراحمين